كمان هنا بتقول من فضلك يا دكتور عايزة حاجة للقولون وتخسيس البطن. للقولون كلونا من الحاجات الشهيرة جدا واللي هي ملهاش أي موانع استعمال، كلونا أو البديل بتاعها كلوفيتيل قبل الأكل 3 مرات مع حاجة من الحاجات الطبيعية زي أفتر ميلز كبسول أو دايجست إيس كبسول وسط الأكل 3 مرات، وللتخسيس الحاجات اللي هي الطبيعية اللي موجودة في السوق المصري، ممكن ميرتي مع سيلفستر مع أبل لايت قبل الأكل 3 مرات، أو كروماكس مع توب جينجا قبل الأكل 3 مرات، قبل الأكل بنص ساعة مع كوباية مية كبيرة. ولازم تنظيم غذائي زي نظام الصيام المتقطع اللي دايما بنتكلم عنه.